تضارب كبير في الأنباء وصراع محموم فجره نجم مونديال البرازيل ومنتخب كولومبيا جيمس رودريغيز بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد ونادي برشلونة. ففي الوقت الذي أبدت فيه إدارة البلاوغرانا استعدادها لدفع 90 مليون يورو لخطف موهبة نادي موناكو حسب ما كشفت عنه صحيفة سبورتال إسبانيا يوم الخميس، فإن تقارير فرنسية أكدت أن ريال مدريد كشف عن وجود اتفاق نهائي بين النادي الملكي ونادي الإمارة لضم رودريغيز. وأشارت ذات التقارير إلى أن الاتفاق قد تم بشكل نهائي على توقيع عقد يمتد لخمس سنوات براتب سنوي صاف قيمته 8 ملايين يورو. في السياق ذاته أكدت التقارير أن إدارة ريال قدمت عرضا مغريا لا يقاوم بقيمة 80 مليون يورو للفوز بتوقيع هداف المونديال في الميركاتو الصيفي الجاري.